انفصل عن زوجته بعد 9 سنين، وابوه وامه اتطلقوا وهو في سن 19، وبقى من انجح رواد الاعمال الشباب. معلومات مثيرة عن انس بخش. الساعات اللي فاتت تسبب انس الاعلام الاماراتي في جدل كبير على السوشيال ميديا بعد تصريحاته اللي كشف فيها مفاجآت لاول مرة عن حياته وعلاقته بوالده ووالدته وسر انفصاله عن زوجته، وكمان ليه فتح صالون حلاقة رجالي وحريمي. انس قال في تصريحاته: علاقتي بوالدي كانت رسمية، فيها احترام لكن ما فيهاش صداقة أو صحبية، لكن كانت علاقتي بوالدتي مختلفة، كنا صحاب جدا، وأحيانا بتكون أمي ومراتي وأختي وصديقتي. وقال أنس كمان في تصريحاته: الانفصال بينهم حصل وعمري 19 سنة، وكنت بدرس في أمريكا في الوقت ده، والوالدة الله يحفظها ما حسستنيش أنا وإخواتي بالعجز أو إني مضطرة أسيب الجامعة وأرجع البلد، حسستنا إن كل شيء تمام، والطلاق كمان ما أثرش علينا. وكشف أنس مفاجأة وقال: كنت بلاحظ اختلاف والدتي عن والدي، كانوا في رأيي زي الخل والزيت ما يختلطوش، لكن ولا مرة اتخانقوا أو تجادلوا بالكلام قدامنا، وعمري ما شفتهم بيزعقوا لبعض، لكن والدي كان مشغول وكنت قريب من أمي أكتر وهي استثمرت من وقتها. وقال أنس في نصحته للآباء والأمهات: الأولاد مش محتاجين هداياكم أو مهنتكم أو فلوسكم، الأولاد مش عاوزين غير وقتكم. لكن مش بس كده، أنس كمان كشف مفاجأة عن انفصاله عن زوجته وقال: تزوجت وكان عمري 24 سنة، وبعد 9 سنين انفصل، وكنا أنجبنا طفلين ماجد وخالد، لكن بعد الأولاد المسألة بتتعقد أكتر في قصة الطلاق. في ناس بيستمرون في زواجهم فقط علشان خاطر الأولاد، وده أنا ضده تماما، وضد إن نفكر بإن الأولاد أغبياء ومش هيلاحظوا إن الأهل تعيسين وإنهم مش سعداء مع بعض. غلط الطفل يتربى في بيت ما فيهوش حب، ومن أعظم الدروس للناس المنفصلين لازم يكون في بينهم لطف ومودة، وخطأ كبير تحميل الأطفال ضريبة الانفصال لأن ده مش ذنبهم. كمان الإعلامي أنس اتكلم عن فكرة افتتاح مشروع صالون حلاقة للرجال والفتيات في دبي وقال: أنا كنت دايماً بقص شعري عند واحدة يابانية وبعدين واحدة من جنوب أفريقيا وأنزل القصة على السوشيال ميديا، وبدأت الناس تروح الصالون من أماكن بعيدة وبيطلبوا قصة شعري. وهنا بدأ يفكر الإعلامي الشهير في إنه إزاي يستغل ده. وقال أنس في تصريحاته: مخ البزنس اشتغل عندي وفكرت أعمل صالون حلاقة بطريقتي، وأخدت مكان زي المستودع وعملت فيه قسم للرجال وقسم للبنات وخليت شكله يشبه نيويورك وفي ناس من جميع الجنسيات وأساليب الحلاقة ونجح جدا. أنا عملت 6 مشاريع في حياتي وكان دايما عندي فضول أعمل الأشياء بأسلوبي، وبدأت بمشروع كرة قدم ومشروع السوشيال ميديا. الإنسان لما يدخل تجربة إما يفوز أو يتعلم، وأي إنسان لا يستسلم لا أقول عنه فاشل، والواحد بيتعلم من الفشل أكتر من الفوز لأنه بيراجع نفسه.